تترجم. مشاهدينا الكرام ومباشر من مدينة الدار البيضاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يا ربي يرفع علينا البلاء وهذا الوباء. هذا اليوم معي واحد السيده اللي عندها واحد المعاناه حقيقيه، لان الزوج ديالها مريض بسرطان واكتشفوا هذا الشيء من بعد. دابا الزوج مابقاش خدام، كان خدام في الرام مابقاش خدام. الزوجه ولات كتعاني لان عندها وليد خاص لي يصرف عليه، خاص مصاريف بزاف. دابا الله يحسن العوان، اليوم الزوجه غتعاود لينا اشنو ترى بالضبط واشنو كاين بالضبط. السلام عليكم لاله، عاودي لنا الحاله ديال الزوج ديالك من الاول، كيفاش تاجا السرطان، كيفاش تكتشفته؟ المهم من الاول حتى كان عادي ما لي ما به تمرض، كان عادي. الحاجه اللي دراته بداته كنديه، كنطلب من عند الناس وكنتسلف وكنديه. في الاخر ملي مشيت تبعت ليه في مستشفى 20 غشت، بقيت كيعطيوني موعد من ورا موعد. حتى واحد النهار عاد اكتشفت بلي قالت لي الطبيبه راه عنده سرطان في الدم. انا كنصحاب واش عنده غير تخثر الدم، الدم ثقيل لي شويه. قالت لي لا راه عنده سرطان في الدم، صافي ما عدينا اللي كيصرف عليا مباركه مع دارنا. ما عدينا كنت ساكنه معاهم في اكادير، هو ما عدوش تما الخدمه ديال الفران، ما كايناش في اكادير. شويه انا رجعت هنا مع ما يمكنش لي يكري، ما عدوش الاستطاعه ديال الكرا والولد والمصاريف، سكنت مع دارنا هنا. دابا هما اللي كيصرفوا عليا، هما اللي كيعاونيني باش ندي للسبيطار، يعني المصاريف في هذا المرض والدواء. باقي دابا ما كيدير لا دواء لا والو، باقي كيزيدوه الدم والدم كيتعطل باش كيوصلني. واو دابا حالته باش كيتعطل، واخا كيدفعوا ليا الطالب كيتعطل بسيمانه جوج عاد كيوصلني. هو ديما دابا حالته بحال هكا، وعندو الماء في الصدر. دابا الحاله ديالو فين وصلت؟ واش في الخطر؟ واش باش غير نفهموا الناس؟ يا دابا راه في خطر، حالته مابقاش كيقدر ينوض. دابا انا اللي كنقعدو وانا اللي كنتكي، ما كيقدرش يبرك، مابقاش يقدر يبرك، كياكل وكاك ناعس، الهضره مابقاش كيقدر يهضر. دابا سيمانه مابقاش كيقدر ينوض. شحال هو في هذا المرض هذا؟ يعني في رمضان مرض، يعني ما عطاونيش الطب يعني شنو عدو في الاول شنو كاين. حتى فات رمضان عاد قالوا لي راه عدو سرطان في الدم. وشكون كيصرف عليكم؟ والديه. والديه هما اللي كيصرفوا عليا. يا والدي اللي كتخرجي تخدمي، انا كيتقلب. واخا دابا انا غادي نخرج نخدم، ما كاينش هو اللي غادي يقابله هنا في الدار، يعني والدي اللي كيعطوني باش ندي للسبيطار، والدي اللي هزي ليا ولدي وانا ساكنه معاهم. هذا البيت هو اللي كنبات فيه انا وياه ولدي. ما حاولتيش تقلبي على شي جمعيه شي واخا انا دابا ملي كنمشي للسبيطار كنخليه بوحدو، وبعض المرات في السبيطار كنوصي عليه شي مرا ولا شي راجل باش يبقاو معاه في السبيطار. كنمشي نقلب اللي كنوقف معاه كيقول لي اختي ما كنعرف حتى جمعيه، كنعرف حتى جمعيه. عاد واحد السيده قالت لي شوفي شوف تيفي وهضري معاهم باش يشوفوا لك جمعيات. واخا بالنسبه للمصاريف ديال العلاج شنو كيحتاج راجلك في المصاريف؟ باقي ما بداوش لي دابا اختي العلاج، يلا الدم باقي ما بداوش لي لا علاج لا والو. المصاريف انك كديه للطبيب شحال المصاريف كتخلصي؟ اختي راه كيخص بعض المرات كيخلصوا كيخرجوا لي تحاليل دايرين 7000 ريال، بعض المرات تحاليل دايرين 12000. غير واحد النهار في السبيطار عطاوني واحد الورقه باش نطبعها باش يتسجل عندهم، ما لقيتش باش نخلص. غير تما في السبيطار درت وجمعت من عند الناس 100 درهم، 100 درهم وحلت فيه، حيت ما رضيتش نبقى كل مره نقول والدي يعطيوني يعطيوني يعطيوني. 100 درهم جمعتها من عند الناس من تما باش خلصت. عاد عطاوني واحد الورقه باش انا راني متبعه معاهم في 20 واش. واخا شنو الطلب ديالك اليوم؟ انا كنطلب باش شي محسنين ولا شي جمعيه يعاونوني، لا مبغوش كاع يعطيوني الفلوس غير يهزوا لشي سبيطار يتكلفوا بي. يعني شو حالته دابا؟ نهار على نهار كيزيد، دابا راه شويه غدا غيولي كثر من هك. واش كتشدو شي حاله ولا؟ كيزيروا صدره صافي، حتى كيبدا يشهد بصبعو. ملي كيتزير في صدره كيبدا يشهد. دابا مسكين كيهضر ما والو، ما كيهضرش بهذيك الزيره اللي في صدره ما كيهضرش. قربي شي ميكرو عندك. والاطباء دابا شنو كيقولوا لك الاطباء؟ ما كيقولوا لي والو، كيقولوا لي صافي راه الدم ديالو غنزيدوه ليه، باقي ما عطاوني زعما لا دواء لا والو، الدم اللي كيزيدوه صافي. واخا عطيني رقم التليفون ديالك. 07 77 28 35 51. شو اسمك؟ لا زينب.
زينب هذا هو الرقم ديالك انا حطيته في التعليقات 077725351 اللي بغيت يتواصل مع زينب هذا هو الرقم ديالها. كنتمنوا من المحسنين وكنتمنوا من القلوب الرحيمه كنتمنوا يا ربي يشوفوا شي واحد يشوف شي محسن تشوف شي محسن اللي يقدر انه يتعاون معها لان الزوج ديالها بصراحه في حاله حرجه انتم كيف ما كنتوا نحاول ندور له الكاميرا هي اللي مقابلاه هي اللي هزاه ما بقاش دابا خدام اضطرت انا تجي تكون مع والديها والديها هما اللي هزيناه هما ولكن الى ما سيبقى والدين هزينها الى ما سيبقى والدين هما اللي كيصرفوا عليها صعيب الحال شويه بزاف صعيب الحال. زينب اليوم كتناشد المحسنين كتناشد القلوب الرحيمه كتناشد في قلبهم الرحمه انهم يتعاونوا معها. انا حطيت الرقم ديالها اللي هو 077725351 وديما كيف ما كنقول واحد الحاجه الله يعطيكم السر ما تبقاوش تلعبوا كاينين شي ناس اللي كيتصلوا كيبقاو يلعبوا بمشاعر الناس راه حشومه راه هذا مرض. اللي بغى يتعاون في سبيل الله مرحبا اللي ما بغاش يتعاون يخلي الناس يلاه مكافيه مع الهم ديالها. مشاهدينا الكرام ومتابعي قناه شوفتي وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر الى اللقاء.